السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين شتاء، يعني كوباية شاي بلبن كده على الصبح وشوية قراقيش جنبها، ويا سلام بقى لما يكونوا شوية قراقيش معمولين بمزاج. هنعمل النهاردة طريقة قراقيش أو منين أو كعب الغزال، يعني الاسم اللي انتوا تحبوه. عامة كلهم من نفس العجينة، بس هقول لكم على السر اللي هيخليها أي حد يدوقها من إيديكم لازم يسألكم على الطريقة. دايبة دوبان كده، وبجد ما تتقاومش، احفظوا الوصفة دي عندكم وجربوها عشان بجد هي تستاهل التجربة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، بس ما تنسوش ان انتوا لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وكمان تشتركوا في قناتي عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة، وسيبوا لي تعليق صغير برأيكم في الوصفة. وشكرا جدا للناس اللي عملت لايك حالا، بجد شكرا. ويلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا هستخدم زي ما قلت لكم كيلو واحد بس من الدقيق، هحط عليه 4 معالق كبار كده من السكر، وهحط ريحة برتقان، تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها وتستخدموا الفانيليا. وهستخدم كمان كوباية من السمنة وكوباية من الزيت، حطيتهم كلهم كده في طبق واحد. وهستخدم كمان كوباية ونص من الحليب، ومعلقة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر، ورشة من الملح، وبس كده. هي دي المقادير، هكتبها لكم بالكوباية وبالجرام في صندوق الوصف. لو مش عارفين مكان صندوق الوصف اضغطوا على العنوان، هيظهر ليكم تفاصيل كده موجودة تحت الفيديو، وهو ده بيكون صندوق الوصف عشان كتير منكم ما بيبقاش عارف هو فين. اول حاجه كده انا حطيت في الطبق ده، حطيت الدقيق وحطيت عليه رشه الملح. في المرحله دي نزلت السمنه والزيت، طبعا مش مسخناهم خالص، هما بدرجه حراره الغرفه. المقدار الاختياري ان احنا بنضيف للعجينه شويه سمسم كده، تقريبا معلقتين كبار. تقدروا برضو ان انتوا تستغنوا عنهم لو مش بتحبوا ان انتوا تخلوا العجينه فيها سمسم. هقلب بقى كويس كده بالمعلقه، وبعد كده هبتدي ان انا ابس العجينه دي بايديا كويس جدا. الخطوة دي مهمة جدا، حاولوا تهتموا بيها. عايزة اقول لكم في ناس بتحب القراقيش ما تكونش ناعمة قوي، عايزينها مش ناعمة استخدموا كوباية ونص بس من السمنة، اللي هي بتبقى سمنة مخلوطة بزيت، استخدموا كوباية ونص بس. انا مستخدمة كوبايتين، بتبقى مش ناعمة قوي ولا هي ناشفة، بتبقى حاجة كده بين البنين، بس بجد بتبقى مظبوطة جدا، بتبقى مقرمشة كده من بره ومن جوه ناعمة وحلوة. واستخدمت الزيت عشان برضو يخليها مقرمشة اكتر، مش بس تكون ناعمة. هنا بقى جبت طبق كده بعد ما بستها كويس جدا، انا قعدت بس فيها كده تقريبا 3 دقايق. جبت بقى كده الطبق وحطيت الخميره وحطيت شويه من الحليب وحطيت كمان السكر ودوبتهم كويس جدا. لازم الحليب يكون دافي شويه علشان الخميره تدوب كويس، وكمان السكر. ودلوقتي هنزلهم على العجينه وهبتدي ان انا الم العجينه. المفروض ان احنا مش بنعجن كتير قوي علشان متكونش عرق كده وتكون في الاخر ناشفه معانا. بس هحط دلوقتي معلقه البيكنج بودر، وهحط كمان الريحه، ريحه انا استخدمت ريحه برتقان كانت عندي اصلا، فعشان كده استخدمتها، بس بتكون حلوه قوي في المنين او كعب الغزال اللي احنا هنعمله النهارده دي. بس لو انتوا ما عندكوش استخدموا فانيليا عادي، ولو ما عندكوش فانيليا او اي ريحه تقدروا ان انتوا تكتفوا بريحه السمنه اللي انتوا مستخدمينها في العجينه. ويا سلام بقى لو كانت بلدي، هتكون حلوه جدا ومش محتاجه اي روائح تانية معاها. طبعا انتم ملاحظين ان انا ما نزلتش اللبن كله كده مره واحده، انا بنزل باللبن كده بالتدريج علشان العجينه ما تحتاجش معايا حاجه تاني خالص. انتوا برضو اعملوا كده، احتاجت الكوبايه ونص بس وكانت مظبوطه جدا. المفروض ان احنا في المرحله دي مش بنعجن خالص عشان الجلوتين ما يطلعش وتكون ناشفه في الاخر، فاحنا يدوب بس هنلم العجينه. شايفين العجينه ما فيهاش عرق خالص، يدوب بس لمتها كده وهسيبها على جنب. المفروض ان احنا مش بنسيبها خالص تخمر، احنا بس بنريحها بس 5 دقايق او 10 دقايق على جنب كده لغايه ما بنحضر الحشوه، وبعد كده بنشتغل فيها على طول. العجينه دي مش محتاجه ان هي تخمر كتير. دلوقتي هنا كده عندي 1/2 كيلو من العجوه، العجوه انا بجيبها كده جاهزه، قوالب كده بتتباع جاهزه، وحطيت عليها معلقتين من السمنه، وحطيت كمان معلقتين كبار كده من السمسم. تقدروا برضو تستغنوا عن السمسم اللي احنا حطيناه، في ناس كتير ما بتحبش السمسم. وهبتدي ان انا اعجنها كويس جدا كده عشان تكون سهله معايا في الفرد وفي الحشوه، وبتكون بس كده بتكون جاهزه معانا. احنا طبعا عشان في الصيف مش محتاجين ان احنا نحطها على النار بقى ونسيحها والكلام ده. دلوقتي بقى علشان تكون سهلة معايا وانا بحشي بيها العجينة، هجيب ورقة زبدة وهبتدي ان انا افردها على قد العجينة اللي انا هعملها. نحاول يعني نخليها شوية قد العجينة اللي احنا هنحشيها بيها، عشان كده استخدمت ورقة زبدة عشان تسهلها عليا. دلوقتي هاخد قطعة صغيرة كده من العجينة، تقريبا التلت يعني، وهبتدي ان انا اشكل. طبعا انا مش بشكل خالص بدقيق،
يا دوب بس بندهن المفرش اللي هو المفرش السيليكون اللي احنا بنفرد عليه، بندهنه بس شوية من الزيت كده وبنبتدي نفرد. شايفين العجينة مش ناشفة ولا طرية. هحاول بقى افردها على شكل مستطيل كده عشان تكون سهلة معايا في اللف. جبت الأداة دي، ممكن تستخدموا سكينة برضو بس دي بتسهل كتير، يعني انا جايباها عشان القراقيش تكون مشرشرة كده شوية، هي شبه قطعة البيتزا. دلوقتي بقى هجيب العجوة دي وهبتدي ان انا احطها كده فوق العجينة. انا خليت العجينة سمكها رفيع عشان ما تكونش تخينة قوي، وبرضو العجوة فردتها سمكها رفيع برضو عشان ما تكونش تخينة. اظن باين قدامكم. دلوقتي بقى انا هكمل العجوة دي بقطع كده زي ما انتم شايفين عشان تكون على قد العجينة بالظبط، يعني سهلة خالص. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اعملها رول كده والفها على بعضها زي ما انتم شايفين. شايفين هنا هتتلف بكل سهولة، طبعا الطريقة بسيطة جدا، يعني لو ما عملتهاش قبل كده بجد حلوة جدا وشكلها في الاخر بيكون بجد تحفة. وطبعا اكيد بتلاقوها يعني في الافران وكده، فانتوا اعملوها في البيت، اهي الطريقة بتاعتها سهلة وبسيطة واي حد اصلا يقدر يعملها. هبتدي بقى ان انا اقطعها كده طبعا على حسب الحجم اللي انتوا تحبوه، عايزينها صغيرة عايزينها كبيرة براحتكم برضو. هنا جبت صينية مدهونة شوية من الزيت وهبتدي ان انا ارصهم فيها كده جنب بعض، بس نحاول ان احنا نسيب مسافة بسيطة يعني علشان لسه هينفخ طبعا في الفرن. المفروض ان هما كده خلاص بقوا تمام. لو انتم مش حابين خطوة السمسم دي استغنوا عنها، بس لو حابين عايزه اقول لكم ان انا جبت معلقتين من العسل، عسل اسود، وحطيت عليهم معلقه واحده بس من الميه، يعني خففت العسل شويه كده، او ممكن معلقتين ميه على معلقتين عسل لغايه ما العسل يتخف شويه كده، وبعد كده بغطسها وبعدين بطلعها على السمسم زي ما انتم شايفين. طبعا دي اسهل بكتير جدا من ان انتوا تدهنوا الوش بفرشه وبعد كده تروحوا مرشرشين السمسم من فوق. تقدروا برضو انكم تعملوها، يعني اللي اسهل لكم اعملوه، بس الطريقة دي حلوة قوي وخصوصا للناس اللي بتحب كمية السمسم كده تبقى كتير على الوش زي ما انتوا شايفين. طبعا بنلاقيها في المخابز بالشكل ده عشان هي دي اصلا الطريقة بتاعتهم، بيعملوها بنفس الطريقة، والعسل الاسود ده بيخلي لونها في الاخر حلو جدا وبيثبت كمان السمسم. لو مش حابين انكم تحطوا عسل اسود غطسوها في لبن، بس اللبن يكون متحلي بس كده بشوية سكر، يعني ممكن كوباية لبن عليها معلقة من السكر وتذوبوهم كويس جدا وتعملوا نفس الكلام. بنحط السكر ليه؟ علشان السكر يدي لون حلو وكمان يخلي السمسم يثبت على الوش يعني. وده شكل تاني للقراقيش، القراقيش اللي بالعجوة برضو بنلاقيها في الأفران. هوريكم شكلها برضو بسيطة جدا، هنعملها كده ونحشيها كورة كده من العجوة وهنقطعها بالسكينة زي ما انتم شايفين. طريقة بسيطة جدا وأي حد أصلا يقدر يعملها. أنا تقريبا عملت كده 8 شرطات يعني بالسكينة، وهبتدي دلوقتي إن أنا ألفها أعملها زي شكل وردة. بنلاقي طبعا الشكل ده في الأفران، بنقول هو بيتعمل إزاي، شكله حلو قوي. هو بيتعمل بالطريقة دي، طريقته بسيطة جدا وفي الآخر بيدينا شكل بجد تحفة. ده بالنسبة لي هو الشكل المفضل أكتر كمان من الشكل الحلزوني. بس كده بكل بساطة بنلفها وبنوقفها كده وبنضغط عليها ضغطة بسيطة بس لما بنحطها في الصينية. شايفين هحاول بقى اعمل فتحة كده في النص عشان تكون شبه الوردة بالظبط بسكينة يعني. وبس كده ده بيكون شكلها النهائي. بنحطها بقى على الصينية كده وبنضغط عليها ضغطة بسيطة وبس كده. هعمل معاكم واحدة تانية شوفوها بالتفصيل عشان كمان تنفذوها وتعملوا شبهها بالظبط.
هنا هعمل شكل تاني، وهي القلاقيش الصغيرة اللي بتبقى مكورة كده في الأفران، وبتبقى محشية يا إما ملبن يا إما عجوة. أنا حشيتها ملبن وكان طعمها حلو قوي. انتوا كمان لو حابين تحشوها برضو عجوة فبراحتكم برضو. أنا بعد ما حشيتها عملت لها كده يعني فتحتين بالسكينة أو بقطعة البيتزا زي ما تحبوا، وبعدين برضو حطيتها في العسل بالمية ده، وحطيتها برضو في السمسم. دي نفس الشكل اللي بنلاقيها برضو في الأفران، بيبقى شكلها حلو قوي، وبتبقى حاجة جميلة قوي لما بنعمل حاجة كده بتبقى شبه الجاهزة بالظبط. هعمل بقى كمية من غير ما افتح الفتحتين دول اللي فوق، وبرضو بيكون شكل موجود في الأفران، والشكل كمان ده برضو موجود اللي بيبقى زي قرصة صغننة كده ومحشية ملبن من غير ما نفتحها من فوق. وبكده بنكون عملنا يعني اغلب الاشكال هنعملها في الفيديو ده، اغلب الاشكال اللي بنلاقيها للمنين والقرقيش اللي موجودة في الافران. دول حشيتهم كلهم ملبن ومن غير ما افتحهم كده حطيتهم برضو في العسل، وبعد كده نزلت في السمسم بضغط عليهم كده ضغطة خفيفة في السمسم وبيطلعوا بس كده. برضو برصهم في صينية، الصينية تكون مدهونة. وهنا اخر شكل معانا وهو القراقيش السادة، يا دوب بس بنعملها صوابع كده وخلاص. ودي طبعا اسهل شكل فيهم، يعني الشكل اللي اغلبنا بيكون عارفه اللي هو القراقيش السادة. دي تبقى تحفة جنب شاي بلبن كده ولا اي حاجة الصبح، تبقى بجد احسن من اي حاجة تانية. وبس كده زي ما انتوا شفتوا بساوي الاطراف، وبعد كده بطلع منها صوابع وحطيتها بقى في الصاجون وحاسبها تخمر كده على جنب. بتاخد تخمير نص ساعة بس، نص ساعة، وبعدين بندخلها في فرن سخن جدا في الرف الوسطاني. انا لازم بسيب اي معجنات كده في اول 10 دقايق بسيبها على نار عالية عشان تنفخ كده في الفرن بسرعة وتكون هشة جدا، وبعد كده بهدي النار طبعا، وخصوصا ان احنا محتاجين ان المنين او القرقيش دي تكون دايبة كده ومستوية كويس من جوه ومن بره. فبنسيبها بقى تكمل في الفرن 30 دقيقة، يعني اول 10 دقايق على درجة حرارة عالية، وبعد كده 20 دقيقة على درجة حرارة تكون متوسطة شوية، على درجة حرارة يعني 180 ولا حاجة. وبنسيبها وكل شوية طبعا بنفتح عليها الفرن وبنشوف اول ما تحمر كده من تحت، وبنحس ان هي خلاص استوت محتاجة بس لون من فوق، فبنشغل الشواية بسيط وبعدين بنديها اللون الحلو ده اللي انتوا شايفينه، وتكون بجد تحفة ودايبة كده دوبان واحلى من الجاهز بكتير طبعا. وانتوا كمان لما تجربوها اكيد هتقولوا كده. وعايزة اقولكوا ان انتوا لو حابين ان انتوا تحفظوها بطريقة صح وتفضل لغاية اخر واحدة مقرمشة كده ودايبة دوبان زي ما انتوا شايفين وما يحصلهاش انها تندي او حاجة، حطوها في علبة محكمة او كيس ثلاجة واقفلوا عليه كويس جدا كده من الهواء، وحطوها في علبة وحطوها على رخامة المطبخ، هتقعد معاكم فترة حلوة يعني. وبس كده بقى، لو وصلتوا معايا لغاية هنا ولسه ما عملتوش لايك فعملوا لايك حالا، ولو لسه ما اشتركتوش فاشتركوا عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة، وسيبوا لي تعليق صغير برأيكم في الوصفة وجربوها، وهستنى ان شاء الله رأيكم هنا برضو في التعليقات. واستنوا بقى الوصفة الجاية بكرة بإذن الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.